مصطفى مدير مبيعات ناجح في عمله وعنده مجموعة كبيرة من العلاقات الاجتماعية الناجحة، لكن من خلف هذا الجانب المشرق من حياة مصطفى تسللت معاناة خفية بدون سابق إنذار. أصبح مصطفى يعاني من صعوبات في النوم ويشتكي من فقدان التركيز في بعض الاجتماعات، لدرجة أنه يضطر يطلب من زملائه أنهم يعيدون شرح كلامهم أكثر من مرة، وصار ما يحس بالشغف تجاه أي تفصيل من تفاصيل الحياة من حوله اللي في حقيقتها مليئة بموجبات السعادة في نظر الآخرين. وفي البيت المجاور لبيت مصطفى تسكن طفلة اسمها ريم. ريم طالبة مجتهدة واجتماعية في الصف الثالث، وفجأة صارت ريم ترفض الذهاب للمدرسة وتتعذر في الصباح بآلام في بطنها ما لها أي سبب واضح. ريم اللي كانت تتعلم عزف البيانو تركت دروس الموسيقى وفضلت أن تنعزل في غرفتها بشكل مستمر، وأي حد يكلمها ترد عليه بمنتهى العدوانية رغم أنها بنت مهذبة جدا. فماذا يا ترى حل بريم ومصطفى؟ مصطفى وريم يختلفان فيما بينهما بشكل كبير في العمر والمستوى التعليمي وفي الظروف الاجتماعية، لكن يجمعهما عامل مشترك ألا وهو الانحدار المفاجئ اللي حصل لهما في مستويات السعادة والتفكير والتفاعل مع الآخرين لدرجة أثرت على حياتهم اليومية. الانحدار هذا مؤشر لمرض نفسي شائع إلى درجة أن ممكن يصيب واحد من كل 6 أشخاص في العالم، تصوروا، ألا وهو مرض الاكتئاب. الاكتئاب عند البعض مرادف للحزن، وهذا غير صحيح، لأن الحزن هو عرض واحد من عشرات الأعراض اللي قد تصاحب حالة الاكتئاب. والحزن هو ردة فعل طبيعية تصير عند الإنسان تجاه بعض الأوقات والظروف الصعبة اللي يمر فيها، ورغم أنه يؤدي أحيانا للاكتئاب إلا أن الحزن يستغرق في العادة وقت قصير علشان يرجع الإنسان لحالته الشعورية الطبيعية. لكن متى يتحول الحزن من حالة عادية إلى مؤشر أن الإنسان عنده اكتئاب؟ لما يكون من غير سبب واضح ولما يستمر لفترة زمنية طويلة. وعدم وجود أسباب واضحة لأعراض الاكتئاب تدفع عن كثير من الناس إلى التساؤل، ما هي العوامل اللي ممكن تؤدي للوقوع في هذا المرض؟ العوامل الدافعة للإصابة بالاكتئاب كثيرة، ومن أهمها العامل الوراثي. أيضاً يمكن أن تظهر أعراض الاكتئاب بعد إصابة الإنسان بعدد من الأمراض العضوية مثل السكري والسرطان وأمراض القلب، وفي بعض الأحيان يتكون الاكتئاب نتيجة للآثار الجانبية لبعض الأدوية المعالجة لهذا المرض. الأحداث الصعبة اللي تمر علينا أحياناً تكون سبب في نشوء حالة الاكتئاب، مثل فقدان الأحبة والتجارب الصعبة أيام الطفولة والعلاقات اللي يغيب منها التفاهم. لكن السؤال الأهم هو كل هذه العوامل وغيرها كيف تغير من خريطة التوازن الدماغي للإنسان وتخليه فريسة للاكتئاب؟ النظرية السائدة من عشرات السنين تقول إن هذا المرض يحصل نتيجة لخلل في التوازن الكيميائي في داخل دماغ الإنسان. الفراغات الموجودة بين الخلايا العصبية في الدماغ تحتوي دائماً على مواد كيميائية تساعد على نقل الرسائل من خلية إلى أخرى، ومن أهم هذه النواقل مادة اسمها سيروتونين اللي يسمونه طبعاً هرمون السعادة. العلماء لاحظوا خلال التجارب أن انخفاض هذه المادة في داخل الدماغ يعيق عملية انتقال الرسائل العصبية وبالتالي يؤدي إلى الاكتئاب. وبناء على هذه النظرية تم تصنيع الأدوية المضادة للاكتئاب ابتداء من نهاية الثمانينات، وكانت ترتكز على فكرة بسيطة: منع الدماغ من إعادة امتصاص السيروتونين، وبالتالي الحفاظ على مستويات عالية من هذا الناقل العصبي في داخل الجسم. هذه الأدوية حققت نسب شفاء بين مرضى الاكتئاب تراوحت بين 80 إلى 90% في مرحلة الثمانينات والتسعينات، وظن العلماء أنهم تمكنوا من السيطرة على الاكتئاب. لكن مع بزوغ فجر الألفية الجديدة حدثت المفاجأة. الدراسات اللي تمت بعد العام 2000 سجلت انخفاض في نسبة الشفاء بعد استخدام أدوية الاكتئاب اللي المفروض أنها ترفع مستوى السيروتونين. هالنتائج أثارت الشك عند العلماء في مدى فعاليتها، وبالتالي شككتهم في مدى دقة نظرية السيروتونين، خصوصا بعد دراسة أجريت في عام 2007 وبينت
أن معدلات السيروتونين في أدمغة المشاركين المصابين بالاكتئاب واللي ما تلقوا أي علاج أعلى بمعدل الضعف من السيروتونين في أدمغة المشاركين الأصحاء. تصوروا هالحيرة استمرت في التصاعد مع ازدياد أرقام الحالات اللي ما تجاوب أبداً مع الأدوية، ومنهم حالة مريضة اسمها باولا. باولا زارت مركز لندن للطب النفسي وهي في مراحل متقدمة جداً من الاكتئاب. كانت لا تغادر السرير تقريباً، وابتدت تجرح نفسها بأدوات حادة. في المركز خضعت لمجموعة من جلسات العلاج النفسي وتناولت بعض الأدوية، لكن حالتها ما تحسنت، بالعكس صارت أسوأ وأسوأ، وابتدت باولا تواجه خطر الانتحار. في هذه المرحلة لجأ أطباء باولا إلى علاج غير تقليدي ظهر كأحد نتائج مرحلة الشك في مضادات الاكتئاب. هذا العلاج يسمى اختصاراً RTMS أو تكرار التحفيز المغناطيسي للدماغ. حد بيقول شو يعني الكلام هذا؟ خلنا نشوف كيف يعمل هذا العلاج. ترتكز فكرة التكنيك هذا كما يوضح الاسم على التحفيز المغناطيسي والكهربائي للدماغ. والحقيقة هذا العلاج شبيه بأنك أنت تشوف فيلم. فشو اللي يصير؟ تلبس باولا قبعة خاصة وتقعد تحت جهاز كبير لمدة 20 دقيقة تقريبا. في هالمدة يمر تيار كهربائي عبر سلك يبعد إنشات قليلة عن الصدغ الأيسر لدماغ باولا، ويكون التيار نبضة مغناطيسية عالية في الكثافة في هذه المنطقة. بعد 15 جلسة علاجية اختفت الرغبة عن باولا بإيذاء نفسها، وصارت تشعر أن الخروج من السرير فكرة جيدة. ولما أصدقائها كانوا يأخذونها معاهم إلى حفلة موسيقية، تتفاجأ باولا أنها مستمتعة جدا بالحفلة. ورغم أن هذه النتائج كانت مستحيلة في حالتها، وعلاج RTMS حقق نتائج إيجابية، لكن علاج مكلف جدا وغير متوفر لكثير من الناس. وهناك علاجات شبيهة بRTMS وبتكلفة أقل، لكن خلنا نتكلم عن علاج آخر أسهل في الاستخدام، وهو دواء واعد اسمه كيتامين. بس قبل ما أكمل أحب أقول أن إحنا في لحظة ما نسوق لأي دواء على الإطلاق، ودائما نتكلم عن الأشياء اللي فيها كشوفات علمية واعدة. وأحب أكد دائما أن الإنسان ما يأخذ أي دواء إلا بعد أن يراجع طبيب مختص. في دراسة أجراها باحثون من Icahn School of Medicine في نيويورك على 72 مشارك، تبين أن الأشخاص اللي ما أظهروا أي تجاوب مع مختلف أنواع مضادات الاكتئاب التقليدية تخلصوا من الأفكار الانتحارية اللي تراودهم بمجرد تناولهم لدواء كيتامين عن طريق الوريد. السؤال الآن، ما هو سر هذا الدواء؟ اللي يختلف في كيتامين عن الأدوية الأخرى أن هذا الدواء ما يرفع من نسب السيروتونين، لكنه بالمقابل يحرر كميات كبيرة من ناقل عصبي آخر في الدماغ اسمه جلوتاميت. والسؤال الآن، ما هي وظيفته؟ جلوتاميت هو أكثر النواقل العصبية المحفزة في دماغ الإنسان، لأنه يلعب دور أساس في التعلم والدافعية والذاكرة. بعض الباحثين يعتقدون أن جلوتاميت مثل السيروتونين، تكون مستوياته منخفضة جداً في أدمغة المصابين بالاكتئاب. هذه هي الخلية العصبية. كيف الاكتئاب يؤثر فيها؟ في نظرية تقول بأن الاكتئاب يؤدي إلى ذبول الزوائد الموجودة في الخلايا العصبية لتنقل الرسائل من خلية إلى أخرى. الآن الجلوتاميت يحفز الخلية العصبية، ليش؟ لإنبات مجموعة جديدة من الزوائد، فتنتقل الرسائل بشكل أفضل بين الخلايا وتخفف أعراض الاكتئاب. هذه الدراسات خلت العلماء يكتشفون شيء وايد مهم بعد ما درسوا الجلوتاميت، ألا وهو أن الاكتئاب قد ما ينتج فقط من خلل في المواد الكيميائية في داخل الدماغ، بل أيضاً قد يكون هناك خلل في بنية الخلية العصبية. هذا يعني بأن اليوم بتكون عندنا فرص كثيرة للعلاج وأمل كثير بالشفاء. أكيد حد ممكن يتساءل الآن، وكيف أقي نفسي من الاكتئاب بدون أدوية؟ أنا شخصياً ما أحب الأدوية، وأؤكد دائماً أن الإنسان ما يأخذ دواء إلا من طبيب متخصص، ولكن هناك علاج جميل ولطيف وسهل جداً ويقينا من خطر الوقوع في الاكتئاب. تعرفون شو هو؟ الكتابة. تخيلوا أن مفهوم العلاج بالكتابة
صار اليوم أحد مدارس الاستشفاء النفسي المعمول بها على نطاق واسع. جرب أو جربي لما تمر عليكم أوقات صعبة أنكم تفرغون مشاعر الحزن والتوتر بكتابتها على الورق. اكتبوا كل شيء بدون تحفظ وبدون ما تهتمون بالصياغة اللغوية. هذه الكتابة راح تخلي الحزن يبقى في إطاره الطبيعي وما يتحول على المدى البعيد إلى اكتئاب، وراح تخرجه من داخلكم وتضعه على الورق، وهذا هو التصرف الصحيح. الرياضة مهمة جدا في مكافحة الاكتئاب، ولهذا فإن هناك بعض الأطباء اليوم قاموا يوصفونها حق مرضاهم اللي عندهم اكتئاب، ومنهم هو الطبيب ماديكار تريفيدي من المركز الطبي في جامعة تكساس ساوث وستن. هذا الطبيب لما يشوف مرضاه تقريبا 3 مرات في الأسبوع يقعدهم ساعة معه، لكن ما يقعدهم على كرسي ويبكون يشتكون، هذا كل انتهى، يخليهم يسوقون دراجة هوائية أو يجرون أو يمشون، وفي الوقت نفسه يقعد هو يكلمهم. أما المعهد الوطني للصحة والرعاية المتفوقة في أمريكا فينصح ببرنامج علاجي شبيه يستمر لمدة 10 أسابيع قائم على الرياضة فقط. هذا البرنامج يساعد المصابين بالاكتئاب الخفيف إلى المتوسط على التخلص تماماً من هذا المرض. نوعية غذائك أيضاً ممكن تساعدك على تجنب الاكتئاب. إحدى الدراسات تقول إن النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والسمك يؤدي لتخفيف احتمال إصابتك بالاكتئاب. ولا تنسى أن تتعرض للشمس يومياً علشان جسمك يتزود بالكمية اللي يحتاجها من فيتامين دي، لأن نقص هذا الفيتامين قد يؤدي للإصابة بالاكتئاب. النوم المنتظم أيضاً هو أحد أسرار الحماية من الاكتئاب. هذه النقطة تشير لها دراسة منشورة في دورية سليب، كشفت أن اللي عندهم اضطرابات في النوم تزيد قابليتهم للإصابة بالاكتئاب 10 مرات أكثر من الأشخاص اللي ينامون بشكل كافي. الإنسان الأقل عرضة للاكتئاب مش هو الشخص اللي ما عنده مشكلات ولا أزمات ولا تحديات في حياته، لا، كلنا عندنا هذا الشيء، لكنه الشخص اللي عنده أدوات التفكير الصحيحة اللي تخليه ما يضخم المشكلات وما يعيش حياة سوداوية، بل يتفاعل مع الواقع ويتمكن أنه هو يتجاوز هذه المشكلات. لما تمر عليك مشكلة لازم بتتأثر، هذا شيء طبيعي، لكن لما تنشغل بها وتعطيها أكبر من حجمها فأنت حينها تفتح الباب للاكتئاب أن يغزوك ويتمكن من نفسك. التأمل واليوغا والرياضة ونظام الحياة الصحية، كل هذا كفيل بأن يبعدك عن الاكتئاب ومشكلاته. وتذكروا أن الصحة النفسية هي في كثير من الأحيان انعكاس للصحة البدنية، والعكس صحيح أيضا، وما تدخله من أفكار في عقلك يصبح واقعا في حياتك. هي لحظة الكشف البعيد.